تمن مجلس أمناء الحوار الوطني قرارات إخلاء سبيل ما يقرب من 1400 شخص متقدما بالشكر للرئيس السيسي لاستخدام حقه الدستوري في العفو عن بعض المحكوم عليهم، معربا عن تطلعه لمزيد من القرارات المماثلة. جاء ذلك خلال الجلسة 23 لمجلس أمناء الحوار الوطني لبحث الترتيبات اللازمة لانطلاق جلسات الحوار خلال الموعد المقترح في 3 مايو المقبل. وذكر المجلس أنه بمناسبة الاستجابة من رئيس الجمهورية لاقتراح المجلس بالإشراف القضائي الكامل على كل الانتخابات القادمة في مصر، يؤكد المجلس استمراره والحوار الوطني في اقتراح كل ما يلزم من مشروعات قوانين وقرارات تنفيذية لتهيئة الأجواء لانتخابات رئاسية تعددية في مناخ ديمقراطي. ودعا الحوار الوطني الأخوة في السودان الشقيق إلى الوقف الفوري للعنف والتفاوض والدعوة إلى الحوار السياسي والحلول السلمية. وثمن مجلس الأمناء جهود مصر في التعامل مع الأزمة السودانية وتنظيم عودة المصريين إلى بلادهم واستقبال الأشقاء السودانيين وتسهيل إجلاء رعايا الدول الأخرى عبر الأراضي المصرية.